السلام عليكم، جليلة بس عليكم كيف تسجلون اليوم كما كتشوفوا صيب طنينو، ولكن جيت باش ندير واحد شنو ندير عندها واحد الماسك ياك. نو هذا سوان امبول، سوان امبول لي فيتامين، لي فيتامين الشعر، حيت كما كتشوفوا حيت كنتو سولتوني كيفاش الشعر جا مشنتاف ما فيش لا، راه دارت لي ليه طريم غير حيت انا الشعر عندي محروق، وهي ما حسابهاش باللي راه ما غاديش يعالج ديك الزغبه اللي عندي محروقه، مع عندي مريض بزاف الشعر ديالي كاختي ناوي. ودابا قالت لي غندير لك واحد الماسك، غادي دير لي واحد الماسك غديرو ليا باش يعالج لي شويه ديك الحروق. شحال كيبقى في الشعر نزا؟ تقريبا ساعه ونص. لا ملي كيتحيد شحال كيبقى في الشعر؟ باش يعالج لي داك الحروق ما يبقاش الشعر مشنتف. وكما كتشوفوا راه ما عرف يعني سولتها لا دارت لي برودوي وهذا كلشي وهذاك، يمكن انا فاش نص شعري كان زعما صافي. هي قالت لي غندير لك واحد الماسك، واحد الزريعه كما كتشوفوا ها هي كتصيب ليا دابا، يعني الشعر ديالي مضرور باش بلا، حتى انا عارفاكم دابا تقولوا بالعكس راه كوفورا كلشي كيشكرها وكتصيب داكشي مزيان، راه مشكل في الشعر انا ديالي اللي عندي مشنتف. وما راهي خدمات داك ما خدمه راكم شفتوه كي كان وقصو زعما بالما ينزا وبقى هو هو غير دابا عندك بزاف. حاولي تقطعي ديك لي بوان تاع خدمه. لا ما يمكنش حيت خصو تيطوال شويه. ها نتوما كتسمعوا يعني ما حلو، انا غدير لي هاد الماسك تسلي من القدام. هايا كتكتل لي مسكين داك الماسك القدام اختي نزار الله يسهل عليك. تحت انت القدام مزيان ورا لتحت هو اللي مشى لي بحال هذاك شوفي لي لتحت، ديري لي لتحت اختي. ها انتم نشوفوا عاوتاني هاد الناس اللي عندي انا، ما درت ديك الشامبو اللي قلتي لها نزار راني درتو. اه شريتو درتو هو اللي كنغسل بيه، راه دابا ندير لكم فلوق عاوتاني على الشامبوان اللي تبقاو تستعملو. ها انتوما، ها انتوما يا خدامه. ها شتي لتحت كي داير شتي هضنا العرض عليا غدير رفيسه يا كنزها. هضرك يا اختي واحد مشيت عيطت لعكوستي تصيفط جابوه هما كوكوت، ولكن كوكوت صغيره هو باش كتشوفوا ما كاينش احساس، حيت الاحساس راه ما كاينش فين مشى نزا باش يجيب لنا الكوكوت اختي من عند عكوستي باش نطيبوا الرفيسه. باش نطيبوا الرفيسه باش نزا نطيبوها بالجديد. صافي عاوتاني ندير لكم بيبليسي تدير رفيسه، اللي بغى رفيسه يجي عند نزا ديري الثمن زوين يا كنزه. لا الصراحه كتهلا في الكليان ما كتخبي عليهم حتى شي حاجه الصراحه. ديما داك النهار جيت مسكينه رحبات بيا الصراحه، جابت لي الحوت الواعر تهلات فيا اختي نزا. واخا انا ما كناكلش الحوت ولكن داك النهار كليت وهاي تهلات فيا مسكينه، ودابا شافتني عاوتاني تجي باش دير لي داك الماسك هي تهلات فيا خوتي. لا تقولوا كثرتي لي لتحت يا كنزه، ماشي عا كثرتي راه داك ديال دو بيرسون. حيا خيتي هانتو ماش تولو فان كتلوي باش الماسك شحال خصو يبقى اختي نزا؟ ساعة ونص ساعة ونص كنت ما بقاش الشعر مزيان. على ما طيبي الرفيسة؟ على ما طيبي الرفيسة متغدا. أنا غناكل رفيسة راه ما نتحركش باش نكونوا واقعيين أنت. مرحبا. ياك ناوي؟ مرحبا. الله يا بنتي. بادي. ناوال ما بقاش. إلا خلاك البخيل عاد بكري ما تبانش. حقا اللي كيسولني علاش ناوال ما بغاتش تبان وكذا، حيت هي حشومية وشوية راجلها عندها صعيب كي غير مغيار ما خلاهاش تبان منزها، ماشي مشكل راجلها كول وضرياف ماشي بحال راجل ناوال مسموم. يلاه الله يلاه سميت راجل كنزة عبدو. تحية لخويا عبدو، هاكي يكونو الرجال كول مع راجلك اخو داك تبع كيك، داك تبع كيك ديال راجلك اختي ناوال ما عندناش معاه اختي، حنا خصنا الرجال يكونو كول كما كتشوفوا. هابا دابا الماسك انا درتو شنو نخدمو شويه. ها اللي كيسولني على الصباغه راه مازاله
كما كتشوفوا هاي راه غسلت بها الماعين، صوبت بها، هي مازال في يدي، راه شي حاجه برون يا كارسيناو. المهم كما كتشوفوا دابا درنا دابا ديك الماسك ساعه وشي حاجه وانا راجع لكم. يلا نمشي نعاودو نفرجو.